الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. والله يراني في حيرة كبيرة جماعة الخير، وأردت أن أتقاسم معكم هذه الحيرة. ما نحيرش وحدي هنا، لازم تحيروا معي. قبل قليل كنت نقلب، نشرت واحد المنشور وبعد قعدت نطلع هكا في الحساب الرسمي تاعي، لقيت واحد المنشور تاع واحد الناس، الله غير ربي يهديه. صراحة والله غراني إنسان يبقى حاير في هذا البلاد مع هذا البشر هذا. يعني سبحان الله، لقيت منشور يحذروا فيه من شخص، هذا الشخص هذا يا رب يعطى له قبول. هذا الأيام، يعني هذا الأيام لا يختلف في ذلك اثنان، أن الشيخ رشيد تاع رويسو تاع مسجد عمر بن الخطاب ربي يعطاه قبول ما شاء الله، والناس كامل راهي تسمع له، والناس كامل راهي تتبادل النصائح تاعو المواعظ تاعو وكذا. أخويا أذن الله عز وجل أن يطرح له القبول في هذه الأيام. الله عز وجل هو الذي شيخ رشيد راه من زمان فوق المنابر، بالك أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة وهو فوق المنبر. شاء الله عز وجل الآن في هذه الفترة ربي يطرح له القبول. هذه هي، الله عز وجل تكون تخدم حياتك كامل، يقدر ربي يطرح لك القبول في بداية مشوارك، يقدر ربي يطرح لك القبول في منتصف المشوار تاعك تاع الدعوة إلى الله، يقدر ربي يطرح لك القبول في آخر مشوارك الدعوي، كما قادر ربي ما يطرح لكش كامل القبول. فلما علم الله عز وجل في قلبه خيرا، لأن الله عز وجل هو الذي وعد، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ومن أعظم الأمور التي نعتبرها أنها من الخير أن الداعية أو الواعظ أو الإمام وقتاش يفرح ويعرف باللي هو على خير، لما يشوف باللي الوعظ دياله والمواعظ دياله يتبعهم ولا يلحقوا الأكبر عدد ممكن من الناس. تمام، ما كاش أكبر فرحة، ماشي قضية يدير البوز ولا يدير مثلا يدير تشهير ولا يدير في الإشهار ولا بيبليس، أبدا بالعكس. أعظم فرحة أن الإنسان لما كما أنا يا ليومنا هذا ما زالهم الناس يحبسوني في طريق على جل المقطع اللي درته على الوالدة ربي يرحمها، ربي طرح القبول في هذاك المقطع تاع زوج دقائق، راهي الآن ملايين الناس شايفاته. البارح حبسني واحد بعد العيشة، أقسم لكم بالله غير، أنا نهدر وهو يبكي، قال لي شيخ ملي شفت الفيديو تاعك تاع الوالدة ربي يرحمها وكأنك تتكلم عن حياتي. البارح يتواصل معايا واحد من تيزي وزو قال لي يا شيخ الفيديو تاعك تاع الوالدة ربي يرحمها غير لي كامل المجرى تاع حياتي. عشرات مئات الناس يتصلوا عليا على جل الفيديو اللي ربي طرح فيه القبول. هذا الرجل ربي سبحانه وتعالى طرح له القبول، طرح له القبول. بصح المشكلة انه كاين الناس اختصاصهم وخدمتهم انهم يطفوا الضوء للناس، لما الضوء تكون شاعلة هما يجوا يطفوها، لما تكون يكون الخير واقف هما يقعدوه ولا يرقدوه ولا ينحيوه يمحيوه كامل. تمام، فلذلك انا نقول مثل هؤلاء الناس، لا اخونا ما تقارنش بين شيخ شمس الدين وبين شيخ رشيد. شيخ شمس الدين عنده اخطاء كارثيه في العقيده اخونا، لا اتق الله في نفسك ما تخلطش، عنده اخطاء كارثيه في العقيده والمنهج دياله، خاف ربي اخونا وما تقارنش. هذا الرجل نحسبه والله حسيبه
من المعتدلين، الناس اللي عندهم ربي يعطاهم قبول، ولي الناس ربي نشهدوا لهم بالصلاح والعقيدة ديالهم سليمة. أما اللي تهضر عليه شمس الدين المسكين، حتى وإن كان كاين ناس بزاف انتفعت وكاين بزاف ناس انتفعوا بالعلم ديالو، هذا شمس الدين اللي تهضر عليه. خمم على روحك انت واش درت، المنهج ديالو والعقيدة إن شاء الله ربي يتوب عليه وربي يغفر له، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يرزقه توبة نصوحا قبل الممات، وربي يرجعه إلى الجادة والصواب والصراط المستقيم. بصح وش الفايدة؟ وش الفايدة؟ أنه أنت أخوك في الله، أنتوما إشكال أنه الناس هادوما لابسين الحايك، لابسين حايك كما يقولوا إحنا، يا حايك مرمى وضربين للعجار، وما يروحوش عند خاوتهم ياخذوا بيدهم ولا يبينوا لهم الخطأ تاعهم، أو يتكلمون معهم فيما لا يتفقون معهم في الأمور العقائدية. أما الأمور الفقهية فمختلف فيها، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذه الحجرة كما قال الإمام مالك. كاش نهار انت يا شديت رحت شفت كاش إمام يا سيدي في الحيدي، أنا شحال من واحد يتواصل معايا يقول لي شيخ الامام الفلاني في الحي تاعنا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، نقول له اخي روح عنده اجلس معه، لعله بالك غابت له، لعله بالك غابت له، بالك ما المساله هذه بالذات غلطوه فيها، بالك ما درسهاش مليح، بالك ما عرفش يطبقها. خذ بيدي، ولما تحب تروح تبين له دير معاه كما دار جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قالوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. قال صدقت. الصحابة قالوا فعجبنا له، اسأله ويصدقه. احنا المشكلة تاعنا، احنا المشكلة تاعنا، لا أخويا العزيز ما تكلم لا على شيخ فركوس لا والو، شيخ فركوس راه خاطيك. الشيخ فركوس اللي يبدا يهضر على شيخ فركوس ولا على الدعاة كامل خاوتنا، حتى وان اخطاوا، حتى وان كما يقولوا غابت لهم في بعض الامور ولا تكلموا في بعضهم، بصح يبقاو خاوتنا، العلم ديالهم على عيننا وراسنا، ما تخلطوش في الهضره. ربي يجازيكم بخير. انا حبيت الان حبيت نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من دب عن عرض اخيه. انا حبيت نعرف حاجه، نقول لخاوتنا هادونا ميحذروا في مثل هؤلاء الدعاة. يا أخي الكريم لازم علينا إذا شفنا واحد من الدعاة ربي أعطاله قبول ندعيه له باش ربي يثبته وربي يوفقه وربي يبارك فيه، وإذا علمنا أن له أخطاء نروح ناخذ بيده، نروح نوقف معاه، نروح نتكلم معاه، ونروح نبين له الحق من الصواب من الخطأ. اما باش نديروا منشورات ونذكروا بالاسماء ونخلوا العوام تتلف، دوك بالله عليك دوك هذا عامي مسكين عنده سمانه ملي بدا صلات، بدا يسمع المواعظ تاع الشيخ رشيد ولا بدا يسمع المواعظ تاع الشيخ فلان ولا بدا يسمع المواعظ تاع الشيخ فلان، بعد يجيه واحد يقول له اسمع ما تسمعلوش هذا كان محذروا منه، هذا كان قالوا عليه كذا، ام داروا عليه كذا، ام داروا. هذا بالله عليك يقول لك انا والله العظيم البارح انا كنت بالك كنت لاباس عليا، بالك كنت لاباس عليا لا صلاة لا والو. فهاد الناس مساكن لازم نخلوا القلوب تاعهم تتعلق بالله عز وجل. انت لما تحذر من واحد اذا كان قبوري واذا كان المنهج ديالو مصيبة ولا يدعو الى الامور الشركية، هذا لا خلاف فيه، هذا لا يختلف فيه اثنان، فهمت؟ اما اذا كان الانسان بالك عنده اخطاء فقهيه ولا ما باليش انا، حتى الفقه كاين من علماء داخل المنهج واختلفوا في مسائل داخل المنهج الواحد، داخل المذهب الواحد، استغفر الله، في المذهب الواحد واختلفوا في بعض الامور. فلذلك انا حبيت نقول حاجه، الجزائر وقتاش تتقدم؟ ما واحد مسلك يعني، واحد مسلك سبحان الله. الشيخ فركوس نحسبه من علماء الجزائر مسلكش، هادو ما مساكن الدعاة والوعاظ هادو ما ليراهم بلك، يقول لك انا اخدم مع العوام، راهو يتكلم على التبرج،
يتكلم على حقوق الجار، يتكلم على، أنا لما نسمع المواعظ تاعه والله غير نفرح 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 ليلي الله محمد رسول الله. علاه خطاكش هاد الناس هادو ما لعل كلمة واحدة تقع في قلب مريض مكلوم ما لقاش كون ياخذ بيده، أقسم بالله غير تغير له مجرى حياته كاع. بصح أنت لما تحذر وتكفر وتفسق وتبدع وتدير وتدير، تخلونا والو في هاد الدنيا، ما تخلونا. ربي يهديكم يا ناس، خافوا ربي ومعليش هضروا عليا واش تقولوا. قول أنا راني مسامحكم دنيا وآخرة، إلا حبيتوا قولوا باللي ما لا باليش أنا، يا قولوا عليا واش تحبوا. أنا نعرف هكذا، أنا والله أعرف هكذا، نعرف باللي هذا هو الدين. ومما تعلمناه، مما تعلمناه من أهل العلم الكبار اللي ربي ربي من علينا وجالسناهم وشفنا الأخلاق ديالهم وشفنا السمت ديالهم وشفنا، يعني سبحان الله ناس كيما هادو سبحان الله، شغل الإنسان يتعلم منهم. دوك أنت لما تتكلم وتخلي العوام دير منشور قد منه وعند الله عز وجل، لما تقف بين يدي الله عز وجل ويقول لك أنت راك حرمت الناس من علم هذا وحرمت الناس من فقه هذا وحرمت، لأنك نشرت منشور لم تتأكد منه أصلا وما على بالكش كامل وشاك تدير. جاك منشور هكذا يا رفدتو ببليتو أطلقتو. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لا تلقي لها بالا من سخط الله عز وجل تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. فأنا وش نقول لكم يا جماعة الخير، أنا والله أردت الخير، أنا والله أنا دايما تعرفوني ولي عرفني ويتبعني يعرف بلي أنا دايما نحب غير الخير ولا أداهن أحدا. أنا كامل نحبهم والله ما عندي مشكل مع واحد، وبفضل الله عز وجل كنت أرتقي المنبر نهار كي بدأت المناطحات وكما يقولوا كل واحد يهدر، كنت ندعي ربي نقول يا ربي فوق المنبر اللهم ألف بين قلوب دعاة الجزائر، كنت ندعي ربي يا ربي ألف بين قلوبي. خلوا الناس تخدم يا جماعة الخير، وإلا شفت في خوك ماش حاجة ماشي مليحة روح نصحو أراسلو أبعتلو أخويا حبي يتقبلها منك بها ونعمة، ما حبش يتقبلها منك يا أخويا أنت أديت اللي عليك، وربي إن شاء الله يفتح علينا وعليك، إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يغفر لنا وربي يتوب علينا وربي يوفق الدعاة ديالنا والوعاظ، وإن شاء الله العلماء تاع الجزائر إن شاء الله ربي يكرمهم وربي يبارك فيهم وربي يوفقنا حتى نعطيهم حقهم إن شاء الله من الدعاء، لأنه ما نوفيوش حق العلماء والدعاة، مهما درنا ما نوفيولهمش حقهم. نديروا واش نديروا، لا نملك لهم إلا الدعاء. إن شاء الله ربي يحفظهم ويسترهم ويبقي عليهم الستر إن شاء الله ويعطيهم الصحة والعافية. هذا ما كان، جزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب شعب الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.